السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا نبدأ اخبارنا. تدهور الحالة الصحية لزوجة صفوة الشريف، الهام شاهين هي المتسببة الاولى في نقل زوجة صفوة الشريف الى المستشفى وتدهور حالتها الصحية. ايه سببها وايه علاقة الهام شاهين بالموضوع؟ يلا ندخل مع بعض على طول في التفاصيل. طبعا كلكم عارفين ان صفوة الشريف راجل سياسي، ليه طبعا علاقات وليه حاجات كتير دايما بتبقى ما بتتكشفش. الناس ديت مش كل حاجة الناس بتعرفها عنها، دايما في خبايا، والخبايا دي معظمها بتتكشف بعد الوفاة. طبعا اللي حصل ان طبعا الهام شاهين راحت حضرت العزاء بتاع صفوة الشريف وكانت منهارة جدا جدا. الناس استغربت جدا موضوع انهيارها، وكمان نشرت كذا بوست على علشان وفاته. ولكن مفيش، بعد ساعات بسيطة جدا طلعت وقالت انها زوجة الهام شاهين، زوجة الهام شاهين زوجة صفوة الشريف، وكانت متجوزاه عرفي في السر، وما حصلش مناسبة ان هم يعلنوا الموضوع ده. ولكن هي بعد وفاته راحت عشان تطالب بالميراث، حتى ما استنتش فترة طويلة. طبعا زوجة صفوة الشريف ما تحملتش الخبر ابدا وكدبته في الاول، ولكن الهام شاهين قالت انا معايا المستندات ومعايا الاثباتات اللي تثبت ان انا كنت مراته زوجته، بس كان في السر، فانا بطالب بحقي الشرعي في الميراث. طبعا اولاد صفوة الشريف هاجموا جدا الهام شاهين وقالوا لها لا، الكلام ده مش صح، والكلام ده علشان كمان يخففوا الضغط النفسي على والدتهم. والدتهم لما سمعت الخبر اتنقلت في المستشفى، وده خبر بيأكد لكم نقل زوجة صفوة الشريف الى المستشفى. اتنقلت الى المستشفى بناء على الكلام اللي الهام شاهين قالته. طبعا اي ست في الدنيا ما بتحبش ان جوزها حتى لو توفى يكون كان متجوز عليها، وخصوصا الهام شاهين. يعني لما انت زوجته ليه ما روحتيش وقلتي له قبل ما يتوفى اعلن جوازنا، او اتكلمتي او قلتي لاي حد ليه اول ما توفى؟ ولو معاكي اثبات ليه مش طلعتيه؟ ليه فين المستند اللي انت المفروض كنت دلوقتي طلعتيه؟ ليه بتقولي؟ يعني الناس لما سألوها قالت المستندات دي كلها هتطلع في الوقت المناسب. طبعا زوجة صفوة الشريف لما سمعت الخبر ده حالتها تدهورت جدا، وهي الان موجودة في المستشفى في حالة ميؤوس منها تماما، ان هي مش، خصوصا انها مش قادرة تصدق، وكمان العامل النفسي هي منهارة جدا، مما ادى الى بجد حالتها ميؤوس منها تماما. لابنها اولاد صفوة الشريف بيحاولوا يخففوا الضغط، وبيقولوا لإلهام شاهين انها تتراجع، لكنها بتقول انا معايا الاثبات. يا ترى الموضوع ده حقيقة ولا الموضوع ده شائع؟ اللي عرفه ان هو بجد لو حقيقة كان مفروض إلهام شاهين في نفس الوقت تطلع الموضوع، وفي نفس الوقت مش قادرة اكدب إلهام شاهين، لان صفوة الشريف كان ليه علاقات كتيرة جدا كانت مستخبية، محدش يعرف عنها اي حاجة، واحتمال وارد جدا ان العلاقات دي تكون من ضمنها الهام شاهين. طبعا يا خبر بفلوس، كمان شوية هيبقى هنعرفه جميعا، هنوفيكم بكل الأخبار أول بأول. لكن الخبر الأكيد دلوقتي إن الهام شاهين فعلا كلامها أدى إلى تدهور الحالة الصحية لزوجة صفوة الشريف، وهي الآن فعلا موجودة في المستشفى. طبعا نتمنى لكل المرضى الشفاء العاجل أيا كان مين، نتمنى لهم الشفاء، وأنا كمان بتمنى لكم كل الصحة وكل العافية وكل راحة البال. بشكركم جدا جدا على حسن المتابعة، استنوا مني كل جديد، ما تنسوش تدعموني بلايك. شكرا، سلام عليكم.